المعركة الأضخم والأشرس في التاريخ بين حيتان الأوركا القاتلة وقرش الميجالدون اللي ما جاش زيه في التاريخ. حيتان الأوركا بيوصل طولها من 9 ل 14 متر ووزنها بتروح ما بين 5 ل 15 طن. جسمها قوي وديلها ليه شكل مميز. نيجي بقى للميجالدون وهو أكبر أسماك القرش اللي عاشت على كوكب الأرض. بيوصل طوله ل 18 متر ووزنه ل 60 طن. فكين الأسنان بتوعه ضخمين جدا وحادين جدا جدا. تعتبر حيوانات الأوركا من الحيوانات المفترسة والقوية والذكية جدا جدا. بتصطاد فريستها عن طريق الجماعات، محدش فيهم بيصطاد لوحده، كلهم بيتجمعوا حوالين الفريسة عشان يفترسوها. فريستها المفضلة هي الدلافين والحيتان الأصغر منها والأسماك. نيجي بقى للميجالدون وهو أشرس قرش عرفته البشرية والأضخم في التاريخ. الميجالدون كان بيصطاد الحيتان والأسماك الكبيرة والقروش الأصغر منه، وكان بيتغذى عليها بكل شراسة وقوة. أسنانه وأنيابه فتاكة بتقدر تكسر العظام. حيتان الأوركا بتعيش دايما في جماعات ودايما بتكون في لغة مميزة جدا بين حيتان الأوركا وبعضها، تحس ان هما دايما بيتكلموا مع بعض، على عكس الميجالدون دايما بيعيش لوحده وهو مفترس جدا، فدايما بيفترس اي حاجه تقرب منه، وهو يعتبر اقل ذكاء من الاوركا. نيجي بقى للتكيف والانقراض. كانت الاوركا عايشه لحد النهارده وقدرت انها تتكيف وتتعايش لحد يومنا ده، على الرغم ان بعض الفصائل بتاعتها بيتم اصطيادها بطريقه غير مشروعه وده ممكن يهدد انقراضها، لكنها ما زالت عايشه لحد يومنا ده. انما الميجالدون للاسف فشل في انه يتكيف مع الظروف البيئيه المحيطه ليه وانقرض من ملايين السنين. لكن لحد يومنا ده في حفريات كتير وهياكل عظمية للميجالدون الضخم، وهو موضع مثير جدا للعلماء والباحثين انهم يدوروا عليه اكتر واكتر. هما الاتنين بيشتركوا مع بعض بقوة وشراسة غير عادية واسنان حادة وفتاكة تقدر تقطع وتكسر عظام الخصم. لكن على قد ان حيتان الاوركا غير متوقعة بالمرة هاجم وساعات بتكون مسالمة جدا وفي حالها، لكن الميجالدون لو شفته في اي مكان وفي اي وقت دايما شرس ومفترس ودايما جعان ودايما بيكسر ويهاجم اي حاجة قدامه. اعتقادي وفي رأيي الشخص المعركة هتكون طاحنة بين الاتنين، وخصوصا ان الاوركا دايما بتتجمع في جماعات ومجموعات صيد. هتكون معركة قاتلة مع الميجالدون الضخم، لكن الغلبة والانتصار في النهاية اعتقد وفي رأيي هيكون للميجالدون بسبب شراسته وقوته الغير عادية. كل واحد فيكم يكتب لنا في الكومنتات النتيجة اللي هو شايف انها صح مع السبب لاختياره ده. كل اللي عايز منكم يا اصحابي انكم تشتركوا في القناة عشان نستمر في محتوانا ده ومحتوانا يظهر لناس اكتر. كنتم مع ستوري تيلر اي اي.